الشركات الكبيره بيزود بقى. هنا بقى هقول مدير العمليات، هنا مدير مثلا العنايه المركزه او مسؤول العنايه المركزه، هنا بقى مدير الحسابات، مدير شؤون العمليه. تحت كل واحد موظفين، قد يكون تحته 5 موظفين 6 موظفين، كل واحد له دور. لازم لما اعمله لازم يبقى تفصيلي كده، لازم عشان اخد الجوده. لازم اعمل كده، ما اقصدش يعني احنا لما جينا عملناه في الجوده المستشفى تبع الجوده، كنت عامله واحد غير القصه دي، بس رفضوه وعملنا واحد تاني مش بالمنظر ده خالص. طلبت ايه مدير الجوده في الهيئه؟ طلبت مثلا رئيس يعني مدير المستشفى يتبعه 2 نائب مدير الشؤون الاداريه والماليه ونائب المدير الفني، تمام؟ اللي هو نائب المدير على طول. ده يقطعه بقى رئيس قسم النساء، رئيس قسم العمليات، رئيس قسم كذا، والاداريه اللي هو شؤون العاملين والحسابات ضمن الناحيه الثانيه. يعني جسمت الهيكل نصين. انا بسال على كده يعني، كل واحد ليه مدير واللي هو رئيسه على طول يعني. خليتي هنا في واحد بالظبط، في يعني نفس الفكره، نفس الفكره. يعني يقول يتبعوهم هم يعني بس، فخلزلت دول تحت. بالظبط، مفيش اي مشكله. كل هذه التنظيميه هدفها ترتيب الشغل جوه المستشفى. طيب اللي يهمني اكتر بقى هنا بقى الاصعب، القطاع ده اللي هي الاداره الدنيا. يعني ايه الاداره الدنيا؟ الموظفين الصغيرين اللي تحت اللي احنا بنقول عليهم ما لهمش دور واضح، هم ليهم دور بس مش واضح. يجي مثلا قطاع التدريب في 5 موظفين بيعملوا ايه؟ نفس المهمه. طب عشان احل ده المطلوب مني رقم 2 اعمل